هرجع لك كابتن شريف اتكلم على التشكيل امثل من وجهه نظرك وطريقه اللعب اللي شايف انه ممكن تكون مناسبه لماتش الزمالك اللي هيلجا ليها مستر فايلر. بس خلينا نروح الاستاد، نروح الملعب نشوف اخر الاخبار والتطورات هناك. معانا زميلنا شريف شعبان. يا شريف مساء الخير. مساء الخير، تحياتي ليك احمد، تحياتي ليك ساره. اهلا بيك، تنقل لنا كده الاجواء عندك، اخبار السعدادات طبعا وضيوفك الكرام. يمكن الاجواء، انا في استاد القاهره ومن خلفي الارضيه ما شاء الله حاجه ولا اروع ولا اجمل. يمكن سجاده، يمكن اللي يمشي على ارض استاد القاهره سجاده بمعنى الكلمه، ما فيش حفر، ما فيش نقر، ما فيش مطبات، ما شاء الله ارضيه حدث ولا حرج. يمكن زميلي المصور طبعا لو قدر يلف ونشوف الجمال الرباني في مصر. عندنا نمتلك استاد ما شاء الله على اعلى مستوى، استاد القاهره، استاد النادي الاهلي ما شاء الله. يمكن مصر يعني عامره بالاستادات بتاعتها اللي بتشرف مصر في كل مكان. طبعا المدرجات انهوت، يمكن تواجد امني كثيف جدا في كل مدرج، هتلاقي تواجد امني كثيف. طبعا الاجراءات الامنيه قويه جدا. مباراه قمه، مباراه اهلي وزمالك، الاهلي في المركز الاول طبعا برصيد 56 نقطه والزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطه. يمكن لو اتكلمت عن غيابات النادي الاهلي اليوم، يمكن محمود متولي، احمد الشيخ، حسين الشحات، محمد محمود، سعد سمير، كريم ندفد، وطبعا للايقاف كهربا. لو حبيت اقول لك التشكيل المتوقع وليس الرسمي، التشكيل المتوقع وليس الرسمي لحين اعلان النادي الاهلي تشكيله. طبعا احنا عارفين الاهلي بيبدا محاضرته في السابعه والخمس دقائق، وبيعلن فايلر بالمدارس اللي بيعلن التشكيل في يوم المباراه. يمكن الشناوي في حراسه المرمى، هيكون اثنين سردباكين ياسر وايمن اشرف، على اليمين محمد هاني وعلى الشمال علي معلول، ثلاث ديفندرات ديانج والسولية وحمدي فتحي، امامهم اجاي وقفشه وبادجي. تشكيل متوقع وليس تشكيل رسمي. النهارده البث التلفزيوني بحوالي 12 كاميرا باذن الله يا رب يكونوا موفقين في البس. استاد القاهره يمكن استعد طبعا زي ما قلت لك ارضيه مدرجات حدث ولا حرج، ولكن المؤثرات الصوتيه سالت اللي هو علي درويش، قال لي احنا مستعدين لو الزمالك حابب، اللي هو صاحب المباراه حابب يشغل المؤثرات الصوتيه كاستاد قاهره، ما عندوش اي مانع خالص وموافق. دي اجواءنا في استاد القاهره باذن الله يا رب. النهارده باذن الله يكون الثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي، ويكون يوم القمه ال 120 من نصيب النادي الاهلي. عوده لكم من جديد، اتفضلوا. طيب نشكرك وهنرجع لك تاني طبعا يا شريف، نتعرف على اخر التطورات وساعات. وما شاء الله الاستاد طبعا صورته زي ما انت نقلتها لنا اكتر من رائعه. الاستاد بقى عالمي يعني الحقيقه، ومصر كسبت كتير جدا من وراء تطوير البنيه التحتيه الرياضيه بشكل خاص في بطوله افريقيا.